احنا هنزرع لحمه دي تيجي ازاي دي؟ هي ايه؟ على فكره الموضوع ده معمول في النباتات. فاكر حضرتك زمان لما سمعنا على حاجه اسمها الاستنساخ؟ طبعا. ودخل في قصه الاستنساخ بعض العقائد وان الكلام ده ممكن يبقى ضد الانسانيه، ضد حرام وحصل حاله من الجدل. الكلام ده اوريدي متطبق في النباتات. يعني معظم الشتلات اللي خاصه الجديده بتاعت اصناف النخيل الجديده، الاصناف بتاعت البلح المجدول والبرحي اللي احنا بنشوفها دي ناتجه من حاجه اسمها زراعه الانسجه. كل الشتلات بتاعت الموز اللي هي بتنتج اللي بنزرع منها الموز هنا في مصر وعلى مستوى العالم ناتجه من تيشو كلتشر اسمها زراعه الانسجه. كل شتلات الفراوله اللي على مستوى العالم ناتجه من حاجه اسمها تيشو كلتشر زراعه الانسجه. فاذا التقنية اوريدي مطبقة في النباتات وعلى مستوى تطبيقي وتجاري. تمام. نيجي بقى على الإنسان. متطبقة في الطب. النهارده حضرتك بناخد الخلايا الجذعية عشان تعمل صمام. الخلايا الجذعية عشان تبدأ دلوقتي في أبحاث متقدمة إنه يعمل عضو يبدأ يعمل له زراعة بدل من نقل الأعضاء. من نفس ذات الجسم. لو حد عنده مشكله ممكن يعملها له علاج في البنكرياس، في الكبد، في اي حاجه بنظام الخلايا الجذعيه. الفكره ربنا سبحانه وتعالى سابنا نبحث ونتبحر في العلم، وانت فكر وتدبر وسايب لك الكرياتيفيتي، الابتكار والاختراع عشان تسود. وكل ما ابدعت وكل ما اخترعت كل ما يديك الايه التمكين في الارض. تمام. طيب دي مطبقه في اي مكان؟ يعني حصل يعني موضوع في اللحوم، لحوم مطبقه بالفعل، مطبقه في اماكن. نتكلم دلوقتي على الهيستوري بتاع الموضوع دوت. اتفضل. الكلام ده بدا حضرتك سنه 2004. احد العلماء اسمه جون ماكيثي ده عمل شركه كانت الاول عباره عن شركه صغيره، والشركه دي بعد كده اتقلبت لمنظمه كبيره جدا، والكلام ده كان في نورث كارولاينا في امريكا. بدات الـ 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 الشركه اللي هي الفيوتشرز ديت تبدا تفكر في كل ما هو له علاقه بالانتاج الحيواني، سواء داجيني او سمكي او انتاج ماشيه او ابقار او او او، انها تاخد حاجه اسمها الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي زي بتاعه الانسان كده. تمام تمام. بياخدوها تقريبا من الأجنة أو من حديث الولادة أو حاجة كده، تتاخد من الأجانين، تتاخد من الحيوان. والخلايا الجذعية ديت هي اللي فيها الشفرة، هي اللي فيها الشفرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى عامل أنوية زي البذرة. هنستغرب ليه؟ ما أنت بتاخد بذرة صغيرة تزرعها تديك شجرة. أيوه. البذرة دي عبارة عن برنامج جواها شفرات وجواها ترتيب جيني وكروموزومات. وكل حاجه جواها ليها دور معين. نفس الكلام ربنا عمل عشان ما يبقاش في فناء سريع للكون، عمل حاجه اسمها دايفرستي او التنوع. في داخل الشيء الواحد عمل فيه اليات عديده لتكاثره واليات عديده لانتشاره عشان ما يندثرش ويختفي من الطبيعه. طول ما ربنا عاوز الكون يفضل ايه؟ شغال. طيب لما بناخد الخلية الجذعية دي عشان أقرب الفكر، أي نبات أو أي حيوان أو أي إنسان بيبقى فيه مناطق فيها خلايا بيطلق عليها الخلايا النشطة. الخلايا النشطة، نشطة سريعة الانقسام. يعني احنا عندنا في النبات في حاجة اسمها الخلايا الميريستمية اللي هي بتبقى في الأطراف بتاعة الشجر، بناخد الأطراف دي بيطلق عليها ميريستيم أو مبادئ. لما بنحطها في المعامل والمختبرات هذه المبادئ اللي هي كانت هتسوي أفرع وتسوي أزهار وثمار بتبقى سريعة في النمو، فبتبقى سريعة النمو في المعمل لما بنعمل لها كونديشنز وميديا وبيئة بتنمو بسرعة. وتطبق الكلام ده في الطب، بيعملوا أنسجة دلوقتي، أنسجة عشان معالجة الجسم في بعض المناطق في بعض الأطراف في الكلام ده. طيب لما خدوا العلماء الخلايا الجذعية دي وعملوا لها بيئة معينة تشابه وتحاكي ما يحدث داخل الحيوان ونموها في ظروف مثلى، النسيج بدأ يتكاثر ويكتر ويبدأ يكون نسيج لحمي بروتيني
هذا النسيج اللحمي البروتيني بيدخل عليه تقنية اسمها البيولوجيا الجزئية التركيبية ويحاكي ما يحدث في قطعة الاستيك واللحوم والصدور والكلام ده. موضوع غريب مش كده؟ ولكن وحتى بيطلقوا عليها دلوقتي اللحوم النظيفة أو اللحوم المعقمة. لحوم نظيفة كمان ومعقمة بس عليها يعني كمان المصنعة. وأنا برضو قفت عند الكلمة دي. عشان كده بيقولوا عليها إيه؟ مستزرعة. مستزرعة هي مش يعني مصنعة، مستزرعة صح كده؟ طبعا هي موجودة يا دكتور. عشان الناس برضو أنا بس كلمة بعيد. كلمة المصنعة يمكن أيوة. أنا ما أعرفش هل حضرتك توافق عليها ولا لا، لأن إحنا اللحوم المصنعة اللي بنبعد عنها مع أولادنا بتاعت اللانشون والحاجات دي. المقصود باللحوم المصنعة هنا غير المفهوم القديم بتاعنا بالزبط. إن هو بياخد تراكيب ويحط ألوان صناعية ويحط طعوم والكلام ده، لا ده هو عاوز يقول لك أنا عملتها جوه مختبر وبالتالي ما طلعتش بالآلية الطبيعية اللي هي بتاعت الحيوان الطبيعي. تكاثر بتاعت الحيوان الطبيعي.